عقد أبناء مديريات سامع ودمنة خدير وحيفان والصلو في محافظة تعز اجتماعا قبليا للحشد والتعبئة العامة ضد العدوان السعودي، وأضم الاجتماع عددا كبيرا من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ والأعيان. هنا اجتمع أبناء مديرية سامع ودمنة خدير وحيفان والصلو بمحافظة تعز، حيث نظموا اجتماعا قبليا للحشد والتعبئة العامة ضد العدوان السعودي. ضم هذا الاجتماع عددا كبيرا من الشخصيات الاجتماعية والمشايخ والأعيان. أبناء تعز ما زال هناك الشرفاء والأوفياء فيها لمواجهة أي عدوان وكذلك مرتزقتهم، وإن شاء الله ستتنكس رايتهم في تعز وستظهر تعز غير ما يتصوروا غير ما يتوقعوا بإذن الله. وفي اللقاء أكد أبناء مديرية سامع ودمنة خدير وحيفان والصلو رفضهم للعدوان السعودي.